بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 36. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يكون موضوع الحديث في هذه الجلسة تواصلاً مع الحديث السابق عن النوافل. تكلمنا عن نوافل الصلاة، تكلم الآن عن نوافل الصوم. فكما أن الصوم فريضة فإنه أيضاً يكون نافلة. فهناك أنواع من الصوم النفل جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أولا صيام 6 أيام من شوال بعد صوم رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، يعني صام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. شهر رمضان عن 10 أشهر، 6 أيام عن 2 شهر، فهذه 12 شهر، هذه 12 شهرا هي السنة. فمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام السنة كلها في الأجر والثواب، لأن الحسنة بعشر أمثالها. يستحب صيام 6 أيام من شوال بعد صيام رمضان، سواء صامها في أول الشهر ابتداء من ثاني يوم العيد، أو صامها في وسط الشهر، أو صامها في آخر الشهر، سواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة، لأن الحديث فيه الإطلاق صيام 6 من شوال. المهم أنها تكون من شهر شوال. وهناك صوم يوم الاثنين من كل أسبوع، وصوم يوم الخميس من كل أسبوع، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فتعرض أعمال المسلم وهو صائم على أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صوم 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يصوم 3 أيام من كل شهر، لما سبق، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام 3 أيام كل يوم عن 10 أيام فهذه 30 يوما، هي أيام الشهر. هي 3 أيام بالصيام و30 يوما بالمضاعفة من الله سبحانه وتعالى، لأن الحسنة بعشر أمثالها. سواء صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره،
لكن لو جعلها في أيام البيض التي هي 13 و14 و15 من الشهر كن هذا أفضل. سميت أيام البيض لبيضاض لياليها بالقمر، لأنها تكون لياليها مقمرة وقت الإبدار. وهناك صوم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم، اليوم العاشر من شهر محرم، يصوم يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود، لأن هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل. وكانت اليهود تصومه، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واليهود في المدينة يصومون يوم عاشوراء، قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم إنه أمر بمخالفة اليهود لأن يصام يوم قبله أو يوم بعده لأجل مخالفة اليهود، وهو مستحب. جاء أن الله يكفر بصومه السنة الماضية والسنة المقبلة، هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. جاء أن الله يكفر به السنة الماضية، وأما صوم يوم عرفة يكفر الله به السنة الماضية والسنة المستقبلة، وفي رواية أنه صوم يوم عاشوراء كذلك، فهو فضل عظيم وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من يريد المزيد يصوم شهر محرم كله، لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فإذا صام كل شهر محرم فهذا زيادة خير، زيادة أجر. وهناك صوم يوم عرفة لغير الحاج، صوم يوم عرفة هو اليوم 9 من ذي الحجة، يكفر الله به السنة الماضية والسنة المستقبلة. أما الحاج فينبغي أن يكون مفطرا لأجل يتقوى على الوقوف والدعاء، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا لأجل أن يتقوى على الوقوف والدعاء في هذا اليوم العظيم. أما غير الحاج فيستحب له أن يصوم يوم عرفة. وإذا أراد المزيد من الصيام فإنه يصوم يوما ويفطر يوما، وهو صيام داود عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
فهذه جملة الأيام التي يصومها المسلم تطوعا لله عز وجل، وفي صومها خير كثير وأجر عظيم. أما أن يصوم الإنسان دائما ولا يفطر أبدا فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه، لا بد أن يفطر. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، بمعنى أنه يصوم صياما كثيرا ويفطر إفطارا كثيرا، يكون متعادلا صومه وإفطاره عليه الصلاة والسلام. أما أن يصوم كل حياته ولا يفطر أبدا فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لا صام من صام الدهر. ولما قال رجل من الصحابة أنا أصوم ولا أفطر اجتهادا منه محبة للخير، قال أنا أصوم ولا أفطر، قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر. ومن رغب عن سنتي فليس مني. وهناك أيام يحرم صومها، هناك أيام يحرم صومها، يحرم صوم يومي العيدين عيد الفطر عيد الأضحى، يحرم الصوم فيهما لأنهما عيدان للمسلمين، فيكون المسلم مفطرا في هذين اليومين. وكذلك أيام التشريق وهي أيام منى الثلاثة 11 و12 و13 من ذي الحجة، فيحرم صيام أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، إلا من كان عليه هدي تمتع أو قران ولم يقدر على ذبح الهدي فإنه يصوم أيام التشريق ليوافق 3 أيام في الحج، قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعت تلك 10 كاملة. فإن صام 3 قبل يوم عرفة هذا أفضل، وإلا فإنه يصوم أيام التشريق عن دم المتعة والقران لحديث لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا عن دم متعة أو قران. هذه هي الأيام التي يحرم صومها. وهناك صيام مكروه وهو إفراد رجب بصيام دون غيره، الذين يخصون شهر رجب بصيام دون غيره أو بقيام ليل دون غيره هذا بدعة، لأن شهر رجب لم يثبت فيه خاصية على غيره من الشهور، إلا أنه شهر حرام يحرم فيه القتال أو من الأشهر الحرم. أما صيامه، أما تخصيصه بصيام أو تخصيصه بقيام ليل فهذا مكروه، إلا لمن كان من عادته يصوم في غير رجب فإنه يصوم عادته في رجب كغيره كالاثنين والخميس، ف
ثلاثة الأيام من الشهر هذه يصومها إذا كان مداوما عليها، فإنه يصوم رجب، يصومها من رجب كغيره. أما أن يخصص رجبا بصيام فهذا بدعة، أو يخصص رجبا بذبيحة هذا بدعة، وهذا من عمل الجاهلية. أما أن يخصص رجبا بصيام فهذا بدعة، أو قياما بالليل خاصة هذا بدعة، لأنه لم يثبت تخصيص شهر رجب ولا تخصيص شيء منه بصيام أو قيام. وقول بعضهم إن قول بعضهم إنه يستحب فيه العمرة، أو يستحب فيه صيام، أو يستحب فيه قيام ليل، كل هذا لا أصل له ولم يثبت فيه شيء، فهو كغيره من الشهور. من كان عادته أنه يقوم الليل فليقومه في رجب وغيره، إن كان من عادته يصوم الأيام المستحب صيامها فإنه يصوم في رجب وفي غيره. إنما الممنوع هو تخصيص رجب بشيء دون غيره من الشهور، هذا تخصيص بدون دليل. فيكره إفراد شهر رجب بالصيام، وذكر بعضهم أنه يكره إفراد، بل جاء في الحديث، جاء في الحديث الصحيح أنه يكره إفراد يوم الجمعة بصيام، يعني صيام تطوع، بل يصوم يوما قبله أو بعده، ولا يخص يوم الجمعة وحده بصيام. وورد أيضا كراهية تخصيص يوم السبت، ولكن هذا لم يثبت، تخصيص يوم السبت لم يثبت في كراهيته شيء، خلاف الجمعة إنه يكره، ثبت أنه لا يفردها بالصوم. فهذه جمل من صيام التطوع، والأيام التي يحرم صيامها والأيام التي يكره صيامها. وعلى المسلم أن يحرص على أن يشارك في هذا الصيام التطوع زيادة في أجره وحسناته، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقتصر على صيام رمضان فقط. صيام رمضان نعم هو الفرض، ولكن التزود من الصيام التطوعي هذا خير إلى خير. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. جزا الله فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان على ما قدم. يقول السائل: هل يجوز إحضار مجموعة من الأشخاص إلى البيت لتلاوة القرآن الكريم كاملا وإهداء ثوابه إلى الميت؟ قراءة القرآن للأموات، إهداء ثوابها للأموات، لم يثبت فيه شيء، لم يثبت فيه شيء، فلا يشرع. ما دام لم يثبت فيه دليل إنه لا يشرع. والميت
من أراد أن ينفع الميت فليتصدق عنه، يحج عنه، يعتمر عنه، يدعو له، هذا الذي وردت به الأدلة. أما إهداء ثواب القراءة للأموات هذا لا دليل عليه، والأصل أن العمل لكل العامل. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا أنه يقتص بما ورد بالأدلة من انتفاع الميت بعمل الحي، الدعاء، ولد صالح يدعو له، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، الدعاء. كذلك الصدقة عنه، لورود الدليل بذلك، والحج عنه والعمرة عنه، هذا كله ورد في الأدلة أنه يفعل عن الميت. وأما القراءة للميت فهذه لا دليل عليها، فتبقى على المنع، على قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. يقول السائل: امرأة اعتمرت ولم تقصر شعرها حتى جاءت بعمرة أخرى ثم قصرت بعدها، فهل يجزئها ذلك عن عمرتها الأولى؟ تقصير يكون عن العمرة الأولى، وتقصر مرة ثانية عن العمرة الجديدة. نعم. يقول السائل: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من المواطن التي يشرع الصلاة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيها عند ذكره، كما في حديث: من ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك دخل النار، وكذلك حديث البخيل: من ذكرت عنده فلم يصلي علي، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فيستحب الصلاة الإكثار، يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلك عند ذكره. ويجب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التشهد الأخير، التشهد الأخير من الصلاة، وهي الصلاة الإبراهيمية، هذا ركن من أركان الصلاة. نعم. يقول السائل: يستدل بعض الناس بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، على أن هناك بدعة حسنة، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن عمر يقصد بذلك صلاة التراويح وجمعهم على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين، وصلاة التراويح خلف إمام واحد هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من عمل عمر، وإنما عمر أحيا هذه السنة، جمعهم على إمام واحد. فقوله نعمة البدعة، ليس المراد البدعة الشرعية، وإنما مراده البدعة اللغوية. أما البدعة الشرعية فليست بدعة، لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبدعة الشرعية ما لا دليل عليه. صلاة التراويح عليها دليل صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: وليس في الإسلام بدعة حسنة، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولم يستثني شيئا ويقول هناك بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة. نعم.
يقول السائل: هل تصفيد الشياطين في رمضان يدل على أن المعاصي هي من نفس الإنسان وليست من الشيطان؟ المعاصي من الإنسان، ولكن الشيطان يأمر بها ويحث عليها، فهي من أمر الشيطان، هي من أمر الشيطان، والعمل هو عمل الإنسان. نعم. يقول السائل: كنت أخرج الزكاة كل رمضان، وفي العام الماضي أخرتها إلى شهر شوال لعدم توفر المال عندي في شهر رمضان، وأنا اليوم أريد إخراجها في رمضان، فهل لي ذلك والحول لم يكتمل بعد؟ نعم، تخرجها، يجوز تعجيل الزكاة. لا، وأنت ذكرت أنها وجبت عليك في رمضان ولكن أخرتها لأن ما عندك فلوس، ما عندك دراهم، أنت معذور في تأخيرها، ولكن وجوبها تجب على تمام الحول، وأنت جعلت رمضان موعدا لإخراج الزكاة فيكون هو تمام الحول بالنسبة لك. نعم، ولكنك أخرتها في سنة لأن ما عندك دراهم تدفعها، وهذا عذر شرعي. نعم. يقول السائل: هل يجوز إسناد الفعل إلى صفات الله عز وجل كقول القائل: ما جمعته إرادة الله لا تفرقه يد البشر؟ لا يسند الأفعال إلى صفات الله، وإنما تسند إلى الله سبحانه وتعالى، تسند إلى الموصوف لا إلى الصفة، فلا تقول شاءت إرادة الله، وإنما تقول شاء الله، فلا تسند إلى الصفة وإنما تسند إلى الله جل وعلا. نعم، ولا تقول ما جمعته إرادة الله، ما جمعه الله جل وعلا. نعم. يقول السائل: أنا شاب جئت من كشمير لأداء عمرة، وفي بلدنا بعض الكلمات يرددها الناس على ألسنتهم، مثل المستعان يا رسول الله، والمستغاث يا رسول الله، أغثنا يا شيخ يا سيدي، فما حكم هذه الكلمات؟ هذه الكلمات شرك أكبر، لأنها دعاء لغير الله عز وجل، دعاء لغير الله، ودعاء غير الله شرك أكبر، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، استغاثة بالأموات شرك أكبر، فلا يستغاث إلا بالله، ولا يدعى إلا الله، لا يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما يدعى الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. نعم. يقول السائل: كنت بجدة وأحرمت منها للحج، وفي الطريق ألقي علي القبض لأني لم أحمل الأوراق الثبوتية، فرجعت وتركت الحج، فماذا علي بارك الله فيكم؟ إن كنت اشترطت عند الإحرام، إن حبسني حابس محلي حيث حبستني فلا شيء عليك، وإن لم تشترط فتكون محصرا، عليك الفدية، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، عليك فدية شاة تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم. يقول السائل: كيف أفعل مع شخص يدعو علي ظلما وأنا أتضرر من هذا الدعاء؟ عليك الصبر، عليك الصبر والاحتساب، وإذا كان يدعو بغير حق فإنه لا يضر إلى نفسه، لا يضرك دعاؤه،
إذا كان دعاؤه بغير حق فلا يضرك، أما إن كنت ظالما له فعليك أن تتراجع عن الظلم، لأن دعوة المظلوم مستجابة. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إن كنت ظالما فعليك أن تطلب منه المسامحة، وإن كنت مظلوما فلا يضرك دعاؤه. نعم. يقول السائل: رجل عنده شلل نصفي أحرم من الميقات، وعندما وصل مكة لم يجد من يطوف به ويسعى، فخلع ملابس الإحرام منذ يومين ويريد أن يؤدي العمرة الآن، فماذا عليه؟ وهل يجوز للمعتكف أن يطوف به ويسعى؟ خلعه لملابس الإحرام خطأ، هو لا يزال محرما ولا يخرج من الإحرام إلا بأداء المناسك، فإذا وجد من يطوف به ويسعى به، هو أولا يجب عليه إعادة ملابس الإحرام، يجب عليه إعادة ملابس الإحرام لأن خلعها خطأ، عليه المبادرة بإعادة ملابس إذا وجد من يطوف به ويسعى به ولو كان معتكفا لا بأس، لأن الطواف والسعي داخل المسجد لا حرج في ذلك. نعم. يقول السائل: أقرضت رجلا مالا فلم يستطع أن يسدده، هل يجوز لي أن أعتبره كجزء من زكاة مالي فلا أطالبه به؟ لا، ما يجزي عن الزكاة. إن أسقطته عنه من باب الإحسان والصدقة فلا بأس، وأما أن تحتسبه من الزكاة فلا يجزي عن الزكاة، لا يجزي إسقاط الدين عن الزكاة، لأن الزكاة دفع وإيتاء، قال تعالى: وآتوا الزكاة، يعني ادفعوها، فتدفع الزكاة من مالك اللي بيدك، وأما إسقاط الدين عن المعسر فهذا صدقة، قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. نعم. يقول السائل: مسؤول في مدرسة من المدارس التعليمية يقوم بتقسيم العمل بين الموظفين لكثرتهم، فما الحكم؟ هذا حسب النظام، مدير المدرسة يمشي على حسب النظام، نظام وزارة التعليم، فإذا تمشى مع النظام فلا حرج، وإن كان مخالفا للنظام فإنه لا يصلح. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين النصيحة والتعيير؟ لأن البعض يجعلهما من جنس واحد وهو التعيير. النصيحة هذه مأمور بها شرعا، قال تعالى: النصيحة مأمور بها شرعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، والنصيحة أن تذكر المخالف بمخالفته وتبين له خطأه إشفاقا عليه وحرصا عليه، هذا مأمور به، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله وصف الرسل عليهم الصلاة والسلام بأنهم ناصحون، بأنهم ناصحون لأممهم. النصيحة خير مأمور بها، وأما التعيير فمنهي عنه، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا
تلمزوا أنفسكم، يعني يلمز بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق، سمى الله ذلك فسوقا. فالتعيير لا يجوز، السخرية بالناس لا تجوز، تنقص الناس لا يجوز، وقصد الناصح منفعة المنصوح، وقصد المعير التنقيص للمعير، النقص في حقه. والغيبة، الغيبة كل هذه محاذير، لأن التعيير يدخل فيه الغيبة، أن يغتابه ويذكر مساوئه لحال غيبته، هذا من التعيير، أو تنقصه بفعل من أفعاله أو بصفة من صفاته. المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجات؟ يعني في حال موته يقضي الحاجات وهو ميت، هذا الشرك بالله عز وجل، ولا تصح الصلاة خلفه، لأن صلاته هو غير صحيحة، لأنه مشرك. الذي يعتقد أن الرسول يقضي حاجات الناس بعد موته، هذا شرك، أو غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الأموات. الميت لا يقضي شيء من أمور الناس، ولا يقضي حاجات، ولا يعطي مطالب، لأنه ميت. ودعاء الميت وطلب الحاجات منه هذا شرك. إذا كان هذا الإمام بهذه الصفة فهو مشرك، لا تصح صلاته هو ولا تصح صلاة من خلفه. نعم. يقول السائل: ما حكم من يخرج من معتكفه بنية الاغتسال للجمعة في مكان بعيد عن المسجد الحرام؟ لا يخرج، لأن الاغتسال سنة، الاغتسال سنة، وبقاؤه في المعتكف هذا واجب، فلا يخرج من أجل الاغتسال. نعم. يقول السائل: شاب تحصل على شهادة جامعية عن طريق الغش في الامتحانات، فهل يجوز له العمل بتلك الشهادة؟ هذا يقع كثيرا، والغش حرام، قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، فهو فعل محرما، فعل محرما. وهذه الشهادة شهادة زور، كذب، لا يتقدم بها لطلب الوظيفة، لأنه سيزاحم غيره، سيزاحم غيره من يحملون شهادات صحيح، هو يحمل شهادة مزيفة، وغيرهم يحملون شهادات صحيحة، فهو يزاحمهم، ربما يقدم عليهم. فعليه أن يتوب إلى الله من الغش والتزوير، وأن إن أمكن يكمل الدراسة تكميلا صحيحا، يدرس دراسة صحيحة، وإن لم يمكن فيطلب الرزق بغير هذه الشهادة، يطلب الرزق بغير هذه الشهادة. نعم. يقول السائل: جاء في الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا جدك ولا إله غيرك. نعم. فما معنى تعالى جدك؟ عظمتك، الجد العظمة والغنى. الجد يطلق على أبي الأب، وهذا غير مراد هنا، ويطلق على الغنى والقدر والعظمة. فمعنى تعالى جدك أي جلت عظمتك. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة إزالة شعر يديها ورجليها؟ نعم، لا بأس بذلك،
يجوز للرجل والمرأة إزالة شعر البدن، إنما الممنوع في حق المرأة إزالة شعر الحواجب، في حق الرجل إزالة شعر اللحية، هذا هو الممنوع. وما عدا ذلك شعر الجلد، الذراعين أو الساقين أو الصدر، أو يباح للإنسان أنه يزيله. نعم. يقول السائل: امرأة حجت حجة كاملة، ولما وصلت إلى بلدها اكتشفت أنها لم تقصر من شعرها نسيانا، فماذا عليها؟ عليها أن تقصر، إذا تذكرت تقصر بنية النسب، لأن التقصير ليس له مكان خاص، يجوز تقصر في مكة أو في بلدها أو خارج مكة، تقصير يجوز في كل مكان. نعم. يقول السائل: رجل مات ببلد أجنبي، هل يجوز نقله إلى بلد أهله ليدفن هناك؟ إن كان في البلد الذي مات فيه مقابر مسلمين يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين ولا ينقل، أما إذا لم يكن هناك إلا مقابر كفار، إذا لم يكن في البلد الذي مات فيه إلا مقابر الكفار فينقل إلى بلاد المسلمين. نعم. يقول السائل: قبل 7 سنوات صدمت طفلا بسيارتي فتوفي الطفل على إثرها، ما هو الواجب في حقي الآن؟ ما دام انك صدمته ومات من اثر الصدمه فهذه جنايه، يجب عليك الدية والكفاره، دية قتل الخطا ودية والكفاره، وهي عتق رقبه، فان لم تجد فانك تصوم 2 شهرين متتابعين، من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. نعم. يقول السائل: نحن جماعة من الشباب نرجو إجابتكم عن سؤالنا هذا لفشو البلوى به. عندنا داعية يزعم العلم ويقول بوجوب التركيز على الربوبية في هذا العصر، وبجواز سفر المرأة بلا محرم لطلب العلم الشرعي العيني بالجامعات المختلطة، وينتقص بعض الصحابة كالخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقول أنه يمثل الرأي الظالم الجهول، ويغمز في 2 من علماء هذا البلد رحمهم الله. السؤال: ما هو الموقف الشرعي الذي يجب اتخاذه معه؟ الموقف الشرعي أن تتركوه وأن لا تعتبروه شيئا، اتركوه وتجنبوه، ولعل الله يمن عليه بالهداية أو يكون ضرره على نفسه، أما أنتم اتركوه لا تجالسوه ولا إلا أن يتوب إلى الله ويترك هذه الأمور. نعم. يقول السائل: بعض الناس يحلق شاربه بالكلية، فهل هذا سنة؟ يكره حلق الشارب، المشروع جزه، المشروع جزه وقصه، ويبقى منه شيء يجمل الإنسان، أما حلقه هذا مكروه لأنه يشوه الإنسان. نعم. يقول السائل: شخص قتل رجلا بسيارة ثم مات ولم يصم 60 يوما، فهل يجوز لزوجته أو والدته الصيام عنه؟ نعم، إذا مات عليه كفارة قتل، فإن كان له تركة يؤخذ من تركته ما يعتق به رقبة، إن وجدت الرقبة، فإن لم توجد فيصام عنه، يصوم عنه أقاربه أو أحد من المسلمين، إذا صام عنه فإن ذلك ينفعه بإذن الله، قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا من باب الاستحباب. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بدون غطاء الرأس؟
لا بس يجوز للرجل أن يصلي وهو مكشوف الرأس، لأن الرأس ليس بعورة، ولكن كل ما تجمل الإنسان كل ما تجمل فهو أحسن. نعم. يقول السائل: كيف يستدل الإنسان على قبول عمله الصالح؟ هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يدري هل تقبل منه أو لا، ويخاف المسلم، يخاف أن لا يتقبل منه ولا يزكي نفسه، بل يخاف من رد عمله عليه، لكن يكثر من العمل الصالح ويحسن الظن بالله عز وجل ويخلص النية، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم. يقول السائل: هل صحيح من يقول أن المشركين في الجاهلية كانوا مشركين في أنواع التوحيد الثلاث، حيث أن التطير والتنجيم شرك في الربوبية لأنها اعتقاد في أشياء خاصة بالله، أما كونهم مقرون بتوحيد الربوبية فهذا إجمالا؟ يا إخوان، لا تلبسون على الناس بهذه الأمور، واللي أشغلكم بهالأمور ما هو، هذه فتنة. من أشرك في توحيد الألوهية فقد أشرك في توحيد الربوبية بلا شك، يلزم من الإشراك في الألوهية الإشراك في الربوبية، هذا بلا شك. فالمدار على توحيد الألوهية، وأما توحيد الربوبية هذا موجود في الفطر، مركوز في الفطر، لا أحد ينكره، ولكن من أشرك في العبودية والألوهية فقد لا أشرك في الربوبية. نعم. ولذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يدعون إلى توحيد الألوهية، لأنه هو التوحيد المطلوب، هو التوحيد المطلوب الذي أمر الله الناس به: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أمرهم بالعبادة، وأن اعبدوني، أمر بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. الرسل يقولون لقومهم: يا قوم اعبدوا الله. الدعوة إلى توحيد الألوهية، ويدخل فيه توحيد الربوبية، من أقر بتوحيد الألوهية فقد أقر بالربوبية من باب أولى. نعم. يقول السائل: هل إذا اغتبت رجلا وأريد أن أخبره، ولكن إذا أخبرته فيسبب ذلك الإخبار مشكلة، فماذا أعمل إذا كان ذلك وقد تبت إلى الله؟ إذا كان إخبارك إياه يسبب مفسدة أكثر فلا تخبره، ولكن عليك بالدعاء له، بالدعاء له والثناء عليه في المجالس التي كنت تتنقصه فيها، تثني عليه وتذكره بالخير، ويكفي هذا إذا كان إخباره يسبب مفسدة أكبر. نعم. يقول السائل: امرأة اجتمع لديها على مدار 3 سنوات حلي بأنواع مختلفة وبلغ مقداره 320 غراما، فكيف تؤدي زكاته؟ من أنواع مختلفة، كيف من أنواع مختلفة؟ إن كان ذهبا أو فضة فهذا هو الذي فيه التفصيل، واللي فيه التفصيل إن كان ذهبا أو فضة، إن كانت تريده لللبس فلا شيء فيه، وإن كانت تريده للقنية لأجل إذا ارتفعت قيمته تبيعه، تريده للبيع، هذا هو الذي فيه الزكاة، فيه ربع العشر، تخرج ما يقابل ربع العشر من وزنه. نعم. يقول السائل: ما الحد المشروع لما يرى الخاطب من مخطوبته، وهل له أن يراها أكثر من مرة؟ يرى ما يرغبه في نكاحها،
ما يرغبه في نكاحها بأن ينظر إلى وجهها وكفيها، ينظر إلى وجهها وكفيها من غير خلوة، يكون بحضرة محرمها، يكون بحضرة محرمها ولا يخلو بها. نعم. يقول السائل: هل من السنة إقامة الوليمة للعقيقة ودعوة الناس إليها، أم السنة في توزيعها؟ الأمران يأكل منها ويدعو إليها ويتصدق منها ولو بقليل، تصدق منها على المحتاجين ولو بقليل. نعم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين صيام كفارة اليمين وصيام الست من شوال بنية واحدة؟ لا، ما يجزي هذا، ما يجزي أنك تصوم الست من شوال وتقول هذه كفارة يمين. الكفارة اليمين تصام وحدها، والست من شوال تصام وحدها، لأن هذا غير هذا. نعم. يقول الكفارة صومها واجب، وست من شوال صومها مستحب. نعم. يقول السائل: هل يجوز الاستناد على الخزانة التي تحمل المصاحف؟ لا يجوز الاستناد على المصحف، أما الخزانة اللي يعني ظهر الخزانة، يستند إلى ظهر الخزانة والمصاحف من جهة أخرى لا يباشرها بالاتكاء عليها، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، إنما الممنوع أنه يتكي على نفس المصحف. نعم. يقول السائل: كيف الجمع بين الحديثين الشؤم في ثلاث، المرأة والفرس والدار، وحديث الطيرة شرك؟ مخصص هذا، حديث الشؤم في ثلاث هذا خاص، وحديث الطيرة هذا عام، فيستثنى من حديث الطيرة هذه الثلاث إذا علم أنها شر، وأن من يقرب منها يصاب بسوء، فيتجنبها الإنسان، تجنبها، ويكون هذا مخصصا لحديث الطيرة. نعم. ولا تعارض بين عام وخاص. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.